مزقتوا البلاد لأجل تعمير بلاد أخرى، مزقتوا شعب لأجل إصلاح شعب آخر. هذا الشعب الآخر الجارة العزيزة اختارت القتال خارج حدودها حتى ما يوصل الأذى إلى شعبها، وأنتوا اختاريتوا القتال داخل بيوتكم. كل الأزمات السياسية اللي مرت على العراق بما فيها الاغتيالات وقمع ثورة تشرين وكل التفجيرات كانت تحت أيديكم ومن خلالكم وتحت إدارتكم، وهي أكو مواثيق لها. ولا أبعد حتى تفجير العسكريين سلام الله عليه، لعبة لأجل الاستحواذ على العراق، وأكو هكذا مواثيق ومذكرات وموجودة، وقتل من قتل بسبب هذه الموثقات المتعلقة بهدم القبتين في سامراء المقدسة. وقد علمت أن بعض الأحزاب الساعية الآن للسلطة فرض عليها بعد 5 سنوات الإقرار بالتطبيع في قبال إعطائهم رئاسة الوزراء ومغانم سياسية.